جاو 100 واحد 200 واحد بالسيوف اخويا ما واش كوره هادي ولا ما عرفتش شكون. حنا تفرجنا في كوره ايامات كوره ودابا اخويا السيوفه والجناوه جي مع العشرة الليل وتشوف السيوفه والجناوه كيطلعوا لنا حتى للديور اخويا. انا ما تنشوفش باللي راه الناس هذو اللي تيديروا هاد الاعمال الاجراميه والتخريبيه انهم جماهير رياضيه. الجماهير الرياضيه راه تجي تيرانا تتشجع الفريق ديالها تتساند الفريق ديالها. ما يمكنش لاي واحد اي جمهور انه يدير بحال ما هكذا. ما يمكنش الجماهير الرياضيه انها بصفه عامه ما يمكنش لها انها دير بحال ما هاد الاعمال الاجراميه. حبيب مؤخرا كنت كنشوفوا بحال ما هكذا الناس تيديروا هكذا ما يمكن لك الا تقول اللهم ان هذا منكر. ما يمكنش نتحدثوا على الرياضه وميم طون حطوا حداها الشغب. بحال الا غتحدث على المسرح، بحال الا غتحدث على الموسيقى، بحال الا غتحدث على قراءة كتاب، هل يعقل ان تتحدث عن الشغب؟ يعني الناس راه خصها تجدد مفهومها للرياضة ومفهومها لكرة القدم، بما انها هي تتربى على عرش الرياضة، فما يمكنش تمارس كرة القدم أو تشاهد كرة القدم أو تكون من أنصار أحد الفرق المغربية في كرة القدم وتمارس الشغب. أنت تشاهد المباراة في التلفزيون أنت تستمتع. تذهب إلى الميدان وأنت تستمتع. يعني لا يقبل العقل ولا يقبل الذوق بأن يكون هناك تكسير أو شغب أو بل الأنكى هو أنه تصل الأمور إلى إجرام. يعني شنا حالات ديال الجرم ديال أناس حق أناس آخرين. يعني هذا ما يمكن إنسان إلا يستنكره وما يقبلش به، ولكن نكونوا واقعيين. حنا هذا الاحلام ديالنا والحلم ديالنا، ولكن نكونوا واقعيين نطرحوا سؤال لماذا هذا يقع. اذا خصنا نبحثوا على الاسباب. يقع لان وما غاديش نحط انا شخصيا اللوم على شي حد اخر. ساهله باش نقول الجمهور ديال الكره تيدير العنف، راه بارفوا تتكون شامله. انا بغيت من المسير الرياضي قبل من الجمهور، لان الجمهور فيه فئات، قد تخاطبه واحد الجزء منه يفهمك، واحد الجزء منه ما يفهمكش، واحد الجزء منه يتشكك منك اش هاد الخطاب اش هاد الرطوبيه اش هاد كذا. انا اخاطب المسيرين اولا. المسيرين ما بغيناش تراشق اعلامي، المسيرين بغينا نزاهه وحكامه في التسيير الرياضي. بغينا الاعلاميين حتى هما ما يستفزوش الجمهور. اذا تبدا بالمسيرين، تبدا بالاعلاميين، تبداو بالناس الناضجين الفاهمين، عاد ندوز لجمهور الكره. جمهور الكره لا يبرر له بهذا الكلام، فاللي دار شي جرم راه كيستحق العقوبه كما تيقولوا بالدارجه، ولكن عاد من بعد تيجي التاطير لهذا الجمهور. الدار البيضاء فيها فريقين، فيها يعني فيها البلوس وفيها الموا. حنا بغينا يكون غير البلوس، منافسه، نضحك مع الصديق ديالي، نكلاشي كما تيقولوا، ولكن باش يوصل للعنف وداك الشيء لا يمكن الا نستنكره. ما بغيناش نوصلوا بزاف الناس يولي يقولوا من ناقص من الكره. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.